واسمع قول الباري فاستبقوا الخيرات فاستبقوا الخيرات. من يصنع يوما إحسانا يبغي في ذاك الرحمن روحا يجزيه وريحانا قد صدحت آيات فاستبقوا الخيرات. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. مشاهدين ومتابعين الكرام تحية طيبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم معنا ضمن هذه الحلقة وهذا اللقاء الجديد من برنامجكم فاستبقوا الخيرات، سائلين الله فيه التوفيق والسداد والهدى والرشاد وأن يأخذ بنواصينا إلى البر والتقوى ويوفقنا جميعا لما يحب ويرضى في تنفيس كربات إخواننا وتفريج همهم وغمهم بحول الله تبارك وتعالى عبر ما نبثه عليكم من النداءات وما نبثه عليكم من الحالات التي نرجو من الله أن تلتفوا معنا حولها في تلبية هذه النداءات وفي إن شاء الله الوقوف معها حتى يكتب الله الشفاء والسلامة والمعافاة لمرضانا وجميع مرضى المسلمين. في بداية لقائنا هذا أرحب بضيوف الحلقة وضيوف البرنامج. معنا الأستاذ محمد زغداني إطار بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف، حياكم الله سيدي الكريم. أهلا وسهلا. شكرا بارك الله فيك أخي محمد صالح، تحية طيبة لك للضيوف الأكارم للمشاهدين الأفاضل، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بنا وينفع هؤلاء الذين هم في أمس الحاجة خصوصا في هذه الأيام المباركة. آمين إن شاء الله. وأرحب بمستشار البرنامج الدكتور موسى قوادر. دكتور موسى مسية طيبة، أهلا وسهلا بك. مرحبا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مساء الخير على كل المشاهدين، مرحبا بالضيوف ومرحبا بالمشاهدين، وإن شاء الله حصة مفيدة لكل الناس اللي راح نقدمها. آمين. وعن جمعية كافل اليتيم الوطنية المكلف بالإعلام لدى الجمعية الأستاذ طارق الأطرش. أستاذ طارق أهلا وسهلا، مرحبا. أهلا بك أستاذ محمد، سعداء دائما بالتواجد في قناتنا قناة القرآن الكريم، وتحية لكل المشاهدين الكرام. مرحبا بالسيدة فاطمة الزهراء وابنها، مرحبا بكم معنا. الله يسلمك. أهلا وسهلا. الله يسلمك. إذا نعيش هذه الأيام المباركة، هذه الأيام أعظم مواسم الطاعة، العشر من ذي الحجة المباركة التي دخلت بخيرها وفضلها وأجرها، والمسلم يتسابق في هذه المواسم بالطاعة إلى الله تبارك وتعالى ويسارع إلى الله عز وجل بالخيرات طمعا في مغفرته وطمعا في جنته. الأيام العشر من ذي الحجة ذكر الله تبارك وتعالى وهي الأيام التي تسمى بالأيام الأيام المعلومات، وبعدها تأتي الأيام المعدودات، وهذه الأيام حوت جملة من أمور الطاعة الكبيرة، وأعظم أيامها هو يوم النحر، وأعظم مجامعها يوم عرفة، أعظم مجامع الدنيا يوم عرفة. تذكيرا وتنويها بهذه الفضائل وهذه الأعمال، شيخ محمد معكم إن شاء الله فيها. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه والتابعين ومن والاه وبعد. بداية نشكركم على هذه الاستضافة وأن أشركتموني في هذا الخير الذي هو باب من الأبواب التي فتح الله عز وجل على هذه القناة الطيبة من أجل أن يكون المؤمن مفتاح خير مغلق شر، أن يكون عونا لأخيه، وليس هنالك من جزاء كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام لمن يدخل السرور على قلب مؤمن إلا الجنة بإذن الله سبحانه وتعالى. وخصوصا كما ذكرت نحن في هذه الأيام الفاضلة العشر الأولى من شهر ذي الحجة، يخبر النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: ما من أيام العمل الصالح أحب إلى الله فيها من هذه الأيام. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء. هذا أشهر ما هو موجود في هذه العشر، إضافة إلى الآيات الكثيرة والتي من بينها القسم الذي أقسم الله عز وجل بها: والفجر وليال عشر والشفع والوتر. يعني هذه الأيام العشر ونحن نتحدث من باب ما نعيشه، إذا كان إخواننا في فلسطين شاء الله عز وجل أن يشرفهم أن يجاهدوا في سبيل الله كما جاهد آباؤنا من أجل تحرير هذه الأرض التي جعلها الله عز وجل وقفا للإسلام، فهو ذروة سنام الإسلام.
الأفضل منه في هذه الأيام يستطيعه أي واحد فينا. أي واحد الآن يشاهد هذه القناة الطيبة يستطيع أن يكون أفضل من ذلك الذي يحمل سلاحا ويجاهد في سبيل الله. بماذا؟ بفعل خير. وفعل الخير باب واسع مفتوح، بل إن هذه العشر كما ذكر من شرح هذا الحديث قد جمعت الإسلام وأركانه كلها. فيه شهادة أن لا إله إلا الله، وفيه شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم من خلال الذكر والتكبير والتهليل والتحميد. فيها الصيام اللي هو قرب من قربات الله سبحانه عز وجل، وأفضله اليوم التاسع اللي هو يوم عرفة، والذي بفضل الله سبحانه وتعالى جعل الله سبحانه عز وجل صيامه يكفر ذنوب السنة الماضية وسنة قابلة. فيه الزكاة، من الناس من يتحرى هذه الأيام حتى يخرج الزكاة أو ما هو من جنسها من الصدقات والقربات والفضائل. وفيه ركن الإسلام الأعظم وهو الحج، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيل. هذه هي أيام الحج، التاسع الثامن ترويا، والتاسع عرفة، والعاشر يوم النحر كما ذكرتم، وهو أعظم الأيام على الإطلاق. فالإنسان في هذه الأيام يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى أيما قربات. وربما أريد فقط أن أشير إلى أحد المنشورات الذي يكثر خصوصا أن نتحدث عن وسائل التواصل الاجتماعي. من أراد أن يطوف بالبيت فليطوف حول بيوت الفقراء والمساكين، ومن أراد أن يسعى بين الصفا والمروة فليسعى إلى المحتاجين، ومن أراد أن يقف على عرفة فعليه أن يقف على هذا النوع من المنشورات. صحيح أنه يشجع على الخير وفعل الطاعات والتقرب إلى الله عز وجل، ولكن لندع كل عبادة في مكانها. لا. أعظم العبادات على الإطلاق حج البيت من استطاع إليه سبيلا، يرجع منه المؤمن الحج المبرور. نعم. الجزاء له إلى الجنة كيوم ولدته أمه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. تصوروا صفحة بيضاء ليس فيها أي خدش من ما اقترفه الإنسان، توبة إلى الله عز وجل نصوح. هذا عمل يتقرب به الإنسان إلى الله عز وجل. لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام وهو يوصي صاحبه أبو بكر أو أبو ذر رضي الله عنه: وحج حجة لعظائم الأمور. معنى الإنسان حينما يترك ماله ودياره وأهله وكل شيء ويذهب متجردا من كل شيء لله سبحانه عز وجل، فهذا من أعظم القربات التي يتقرب بها الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى. الذين لم يكتب لهم الله عز وجل الحج ووسع عليهم من رزقه، ففي مثل ابن إسلام وغيرهم ممن شاء الله عز وجل أن يبتليهم ويمتحنهم، وكلنا في امتحان. لا. الذي أعطاه الله عز وجل هو في امتحان، هل يتصدق وهل يفرج الكروبات وهل يحسن كما أحسن الله إليه، أم أنه يكون من الذين يجعلون أيديهم مغلولة إلى أعناقهم. والذين قدر الله تعالى عليهم أرزاقهم وجعلهم في حاجة يبتليهم ويمتحنهم أيضا، هل يصبرون لقضاء الله عز وجل وقدره؟ وفرج الله عز وجل قريب، إنما هو بين حرفين، إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. بارك الله فيك، شكرا شيخ محمد، جزاك الله كل خير. نسأل الله التوفيق في هذه الأيام المباركة للأعمال الصالحة، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوجب لنا بها مغفرته، وأن يعتق رقابنا ورقاب أبائنا وأمهاتنا من النار. إذن على بركة الله نبدأ في عرض الحالات عليكم مشاهدينا متابعينا الكرام. نذكركم بأن هذا العدد هو آخر الأعداد الذي سيكون في هذا الموسم إن شاء الله، بعده هو العدد الختامي الذي سيكون بعد العيد مباشرة إن شاء الله تبارك وتعالى. رجعنا إلى كل المشاهدين والمتابعين الكرام أن يلتفوا معنا حول هذه الحالات التي نعرضها عليكم إن شاء الله لتلبيتها إن شاء الله، ونختم الموسم دكتور موسى إن شاء الله على خير حال. إن شاء الله بالخير، و إن شاء الله يا رب. يعني بما أنها آخر حصة نتمنى باللي تكون يعني مشاركة الحصة القادمة كبيرة. في وفق العيد، والحصة الأخيرة هي يوم 24 الحوصلة. الحوصلة إن شاء الله إن شاء الله هذه الحصة هذه تكون يعني مفيدة بزاف يا رب إن شاء الله. قبل العيد والناس يتلفوا حول هذه الحالة اللي راح نقدموها، وإن شاء الله يعني يقدروا يقضيوا الأمور تاعهم يا رب العالمين إن شاء الله. دائما أرقامنا الهاتفية تحت خدمة متابعين الكرام: 021-39-343-44 021-37-42-87. نبدأ إن شاء الله مع أول حالة رفقة زميلتنا نورية مشيش، وعودة بعدها إلى البلاطو.
لك الرحمن أو حي يجزيه وريحانا قد صدحت آيات. أنا العيد فاطمة أم ربعة معوقين لا هدرة لمشية، جزت معاكم أنا عندي 7 سنين، جزت في قناة القرآن الكريم، رفدوني ناس جاوني زاروني جابولي وكنت في قاعة تعبير وهما نقطوني وجبدوني، ما كانوش وليداتي هاك، واليوم الحمد لله. بصح أنا نحبتهم كيما بدأوا معايا يكملوا معايا، هذو وليداتهم وخاوتهم 4، ها 3 ذكورة وطفلة، لا هدرة لا مشية. شرالي محسن ماشينا نتاع الطابي ندير لهم صبور في الدار، بصح ما ولمهمش صبور تاع غير رجليهم يحركوهم، بصح خرجوا كتافهم الطبيب تاعهم قال لي لازم لهم المساج، يديروا هذاك تاع السلوم هكا يطلعوا ذرحتهم للسماء هناك، خرجوا كتافهم وديروا لهم تريسيتي المساج. انا ما قدرتش عليها، ثلاث خطرات في السمانه، 80,000 الواحد، 3 خطرات في السمانه 80,000 الواحد للحصه، وهما 4 فحسبي لهم 3 خطرات شحال تجي في المديه، نديهم ونجيبهم معاهم الليل معاهم النهار معاهم في الليل، الناس تبات راكده وانا نبات قاعده وعساسه عليهم، اللي نوض يشرب انا نشربو نبات نغطي فيهم بات عساسه عليهم، والدمع على خدي كي نغزر فيهم ما يخلوش فيا، ماني نخرج والو على جالهم كي تشوفي فيهم في 4 نضل في ذا البيت انا وياه، وين نديهم ما يحبوا يريحوا، لازم هنا هذا ولا عندك شغل توحد ما يحبش يقعد يريح مع خاوتهم او يمشي لي بدوه، بصح يحب يريح برا برا، يظل في ذا الشريطه فطوره برا وحشاه برا، ويظل يذبح يشرب له دواء ما دار له والو، ديته شحال من طبيب ما دار له والو، ندير في المجهود تاعي معاهم لو كان نصيب ما نجوعهم ما نعريهم، من ما ناكلش انا ونمكلها لهم، ما نلبسش انا ونلبسها لهم، غير ما يمرضوش وما تما ينحرقوا ما تصرى لي فيهم كاش حاجه، كي من بعضهم امانه ربي سبحانه كيما عطاها لي، يغيظوني والله غير بيت نبكي، تأمنيني غير بيت نبكي. وفي الليل هما راكتي وانا نبات نقلب فيهم، بلاك اش واحد طلعت له الحمه، بلاك اش راه جيعان، بلاك راه عريان، وراكي تشوي في حالتي. انا نطلب من المحسنين يخزروا فيهم، راهم ولادهم راهم خاوتهم، وعجلهم على ربي سبحانه، ربي هو يعوضها لهم خير ان شاء الله، ربي هو يعوضها لهم خير. ونطلب من الشيوخ تاوعنا الاساتذه تاوعنا اللي رانا القناه ما تروحش كاع مقابلتني ليل ونهار، ان شاء الله يدعوا لي يقول لي يا ربي قدرني عليهم. يبغي في ذاك الرحمن روحا يجزيه وريحانا قد صدحت. إذن كانت هذه حالة سيدة فاطمة عيد، لبي لها النداء الأول اللي طلبت دعوة الخير أنه يقدرها رب العالمين على ما هي فيه يعني من الجهاد العظيم، يعني 4 أولاد معاقين ليس بأمر هين، يعني وما شاهدناه ما هو إلا قطرة من بحر معاناة يعني طويلة. نعم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعينها ولن نطمئنها أنه كل ما تقدمه هو بإذن الله عز وجل في ميزان حسناتها، إن شاء الله هو من الجهد والجهاد الذي تبذله تحتسب الأجر عند الله سبحانه وتعالى، وهي صابرة محتسبة. وقد قال الحق سبحانه عز وجل أن الصابرين يجزيهم الله عز وجل أجرهم بغير حساب، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، فهي تصبر تحتسب عند الله عز وجل. ونسأل الله تعالى لها ولكل أم ولكل أب ولكل من ابتلاه الله سبحانه وتعالى بنوع من هذه الأنواع مصائب الحياة الدنيا أن يعينه عليها وأن يجزيه خير الجزاء وأن يفرج عليه، وندعو من شاء الله عز وجل أن يسخره أن لا يبخل، لأن الله عز وجل يقول هو الحق سبحانه عز وجل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، معناها هذا باب تاع خير فتح أمامك، شاء الله سبحانه وتعالى أن ترى هذا الباب فلا تتردد ولا تحجم، بالعكس قدم لنفسك ما ستجده يوم القيامة بإذن الله، خصوصا كما قلت في البداية ونحن في هذه الأيام المباركات، هي أيام 10 تنقضي ربما كما ذكرتم، هذه آخر حصة في نعم. في هذا الموسم آخر حصة لعرض الحالات، نعم لهذه الحالات 4، معناها إلى ما العشر الأخرى إن شاء الله ذي الحجة 1446 لا ندري من يكون على وجه هذه الأرض ومن ينتقل نعم. منها، فالإنسان يقدم وما تقدم لأنفسكم تجدوه خيرا وأعظم أجر كما قال الحق سبحانه وتعالى. آمين يا رب العالمين. دكتور قوادر، نتعرف مع المشاهد الكريم
على حالة هؤلاء الأربعة الأبناء وهذه المعاناة التي هم فيها؟ يعني في الحقيقة معاناة كبيرة. نعم. لأن أولا من جانب العدد 4 على 4. نعم. ثانيا من جانب الإمكانيات المادية نتاع العائلة هذه. نعم. ثالثا من جانب الخطورة نتاع المرض والإعاقة. ورابعا رانا نشوفوا الأب والأم يعني متقدمين في السن، يعني الأم وحدها اللي ترعى أربع أولاد كبار، ثلاثة ذكورة وبنت فيهم إعاقة. والشيء اللي يزيد يأثر هو أن الإعاقة يعني مزدوجة، إعاقة حركية وإعاقة ذهنية. نعم. زيد احنا شاهدنا في عدة حصص لهنايا كي تكون مثلا الإعاقة ولا الشلل الدماغي عند الطفل يكون شوية صغير، المعالجة نتاعو تكون أقل يعني معاناة كما يكون كبير. الله يبارك راهم كبار في السن الأطفال هذو في 4. الإعاقة راهي كما كنت نقول ذهنية وإعاقة حركية. دائما نذكر نقول باللي الإنسان اللي يكون عنده حالة من هذه الحالة هذه، احنا شاهدنا حالات هنا في البلاطو مدة 10 دقائق ولا ما نقدروش ننطقوا ونقنعوا هذاك الطفل هذاك باش يحكي بلاصتو ولا يكون يعني منضبط. فما بالك الأم اللي تكون 24 ساعة على 24 ساعة والمعاناة مضروبة في 4. ربما هذا يرقد، الآخر يفطن، الآخر يعيط، الآخر يقول. نعرف عائلات يعني عندها واحد فقط وتعاني معاناة شديدة. معاناة شديدة. وهذه المعاناة الشديدة أضربها في 4. نعم. على كل حال هي الحصة الحالة هذه فاتت عندنا هنا من قبل وكانت استجابة معهم، ولكن الشيء اللي لازم نذكروا به الناس هو أنه ما راهيش الأم هذه ولا هذا الأب هذا ولا هذه العائلة هذه ما راهمش محتاجين إلى مبلغ معين. نعم. ومن بعد خلاص، لأن المعاناة ما زال قدام عندهم، لازم يديروا التأهيل الحركي لا ريدوكاسيون لا كينيزيثيرابي، بغض النظر على الأدوية والطعام تاعهم وكامل هذوك اللي يقدروا يديروهم، غير التأهيل الحركي، لأن الحل الوحيد ما كانش عملية اللي تندار ولا ما كانش الدواء اللي رايح يعاود يبريهم، ولكن باش يحافظوا على المرونه نتاع المفاصل نتاعهم والمرونه نتاع العضلات نتاعهم وربما تطور نتاع المخ تاعهم، لازم دائما اعاده التاهيل الحركي. هذه اللي دائما نذكروا بها، ما هيش سهله. اولا رانا نشوفوا ربما راهم يسكنوا بعيد على 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 على, على, نعم. على المدينه وين يديروا التاهيل الحركي، لازم لهم تنقل، لازم لهم اموال باش يخلصوا هذيك لا 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 الحصص اللي راهم يديروا فيها، وهذا ماهوش يعني بسيط. ولهذا احنا نغتنموا هذه الفرصه هذه باش نشوفوا الناس، حتى يعني كما تفضل الاستاذ الاقارب اللي قراب ليهم اللي يشوفوهم، ولا كما دائما نحثوا الناس يديروا لهم شهريه. نعم. اللي يقدر يعيش بها كفاله دائمه يعني مستمره من وراهم باش يديروا لهم هذه المشاكل، هذا يحلوا المشاكل تاعهم إن شاء الله تبارك وتعالى. إذن هي دعوة إلى إخواننا المحسنين والمحسنات أن تكون يعني التفاتة لهذه الحالة بجعل يعني كفالة مستمرة لهم، يعني وليست يعني عطاء ينقطع، لا بد من متابعة الحالة دائما، لأن الحالة حقيقة تستوجب العناية والرعاية وتستوجب المتابعة لهؤلاء الأبناء ولهذا الوالدين الكبار في السن. لنسأل الله تبارك وتعالى أن يقدرهم إن شاء الله على هذه المسؤولية العظيمة وعلى هذه الأمانة التي هم فيها. الحساب الجاري يظهر أدنى الشاشة لحالة عائلة فاطمة عيد. نذكر كذلك بالأرقام الهاتفية اللي تتواصلوا معنا فيها إن شاء الله: 021-39-43-43، 021-37-42-87. الارقام تظهر ادنى الشاشه. نعم. لازم لهم لوازم تاع الادويه وربما كما الحفاظات. نعم. كما هذول لازم دائما يستعملوهم يوميا. نعم. في الحياه اليوميه، احتياجات يوميه، وهذه تتكلف يعني اموال.
للعائلة ما تقدرش عليها وحدها. إن شاء الله يسخر لهم ربي من يكفلهم يعني على الدوام وعلى طول العام إن شاء الله يا رب العالمين. نمر للحالة الثانية رفقة زميلة حياة يونسي. في حالة فاطمة زهراء عبد القادر، مرحبا بك. السلام عليكم. مرحبا، مرحبا بابنك إسلام. هكذا إسلام، وش عندك سيدة كريمة؟ عندي طفل وزوج بنات، الحالة تاعهم هي السكر. نعم. عندهم السكر يطلع لهم بزاف، يطلع لهم حتى الأعش، وعندهم الأسيتون والجليكوز تاني بزاف بزاف الحالة تاعهم، حتى يوصلوا اوسبيتاليزي، يطيحوا شاك فوا، يطيحوا لي اوسبيتاليزي، ويطيحوا لي تاني كوما. يطيحوا لي كوما، غيبوبة. يدخلوا غيبوبة. شحال في عمرهم الاولاد؟ اسلام دوكا في عمره 9 سنين، وخديجة في عمرها 16 سنة. وسمية في عمرها 20 سنة. وهو السكر تاعهم حكمهم بصح على الصغر، ماشي على دركا. هاني نشوف ولدك شغل عنده جهاز انا في البطن تاعو، تاع واش هذا؟ عنده لا بومب في كرشو اللي تريقلي له السكر باش ما يخليهش يطلع له اش، وباش ما يوصلش حتى للسبيطار وما يدخلش غيبوبه، على جال لاسيتون والجليكوز. نقدر نشوفوا الجهاز هذا؟ يكفي. لا خلاص يكفي. نعم، هذا جهاز اللي تثبيت مستويات السكر في الدم. نعم. وهذه هي اللي لاسيولين تاعو اللي نعمل له بها باش ننجكتي له تماك البنكريا تاعو. شفاء الله. لازم يكون عنده لهنا باش هذا يبقى معاه الجهاز ديما. دائما دائما عنده برك زوج سوايع، زوج سوايع برك كي ندوش لهم ينحوها برك. الاولاد الاخرين عندهم ثاني نفس الشيء. دكتور، هي على كل حال حالات شبه الحاله اللي كنا فيها. نعم. لان الاخت تعاني، عندها 3 اولاد. نعم. المعلومه الاولى اللي راح نمدها هو ان عكس ما يظن بعض ولا كثير من الاخوه، الداء السكري ماهوش مرض وراثي. نعم. رانا نشوفوا في ثلاثه من قبل كان الناس يظنوه وراثي. في ثلاثه عندهم الداء السكري، والام والاب ما عندهمش الداء السكري، دونك ماشي قضيه تاع وراثه. يقولوا بلي سي تانتيران، يعني الانسان اللي يكون عنده داء السكري في العائله نتاعو. نعم. يكون مؤهل اكثر باش يدير السكر، ولكن ماشي يعني اوتوماتيكيا. نعم. يعني المثل اللي راه عندنا لهنايا، الام لبس عليها، الاب لبس عليه، والاولاد في ثلاثه عندهم داء السكري. والداء السكري هذا فيه زوج انواع. الداء السكري الاول اللي يتعالج بالانسولين، وداء السكري الثاني اللي يقيس جينيرالمون الانسان الكبير ويتعالج بالحبوب، ديابيت نون انسولينو ديبوندون تيب 2، والاخر تيب 1 اللي يقيس الاولاد كيكونوا صغار يزيدوا به، ولا في السن المبكر اللي يظهر فيهم هذا المرض هذا. والعلاج نتاعو هو الانسولين. الانسولين مليحه اكثر من الحبوب، لان حسب القيمه نتاع السكر في الدم. نعم. رايح يزيد ولا ينقص وحدات، ويعني يعالج مليح السكر تاعو. ولكن سورتو كي يكونوا الاطفال شويه في سن صغير، ولا يكون كاين العواقب نتاع الانسولين اللي ربما يدير 3 خطرات ولا 4 الحقن اللي يديرهم في النهار، زوج ولا 3 في النهار وواحدة في الليل كي يرقد، راح يأثر له على العضلات نتاعو، والبشرة نتاعو من 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 إثر هذا الحقن اللي يديروهم. وربما في بعض الأحيان كما في الحالة نتاع هذه العائلة هذه، السكر ما يقدرش يتحكموا فيه، يوصل ربما الى 5 غرامات في الدم، والهيموغلوبين غليكي نتاع 3 شهور هذيك توصل حتى ل 12 13 14 15%، يعني شيء كبير بزاف.
ولهذا كان حل من بين الحلول هو مليح وصعيب اللي هو هي هذا المضخة هذه لا بومبا انسولين اللي يديروها ورتنا الام الحقنه نتاع الانسولين تجي لداخل وهذا الجهاز هذا يمد الانسولين على حساب ارتفاع السكر في الدم نعم. اذا كان مثلا ارتفع راه يعطي له يعني هو ينظم اكثر مستويات السكر في الدم نعم ينظم له الانسولين اللي يعطيها له لاباري هذيك اللي تفوت عن طريق هذا الانبوب وتمشي له في كرشو المشكل اللي كاين يساعد جهاز البنكرياس يساعد جهاز البنكرياس باسكو البنكرياس هو اللي هو اللي يفرز الانسولين نعم دونك يعني من جهه مليحه المشكل الكبير اللي وين راه نعم هو ان هذا الحقن هذو العلبه فيها فيها 10 مدام فيها 10 العلبه فيها 10 تستعمل في شهر والعلبه دير 3 ملايين هذا للواحد للواحد حنا كي نشوفوا مثلا بالنسبه للعائله هذه بون كاين اسلام في عمره 9 سنين اخته في عمرها 16 واخته الاخرى في عمرها 20 سنه عندهم 3 علب في الشهر 3 علب في الشهر الوحده ب 3 ملايين 9 ملايين كما كانت تقول الاخت حياه حتى الملياردير يحس لها نعم 9 ملايين في الشهر الا في سمعنا نتكلموا على قرابه 100 مليون في العام يعني تخرج هكذاك نعم ولهذا يعني الاخت الغالب ما نعم. لحقوهاش الظروف نتاعها وكما كنت نقول حتى الانسان اللي يكون لاباس به 9 ملايين في الشهر الا في الانسولين برك حاجه كبيره الاخت جات وجهت يعني المشاهدين والمحسنين باش على الاقل ربما يقدروا يعاونوها ولا كاين لي ربما انا يعني الاقتراح اللي ندير ربما يكون انسان يقول انا نتكلف باسلام انسان اخر يقول نتكلف بخديجه انسان اخر يقول نتكلف بسميه يعني يخفوا الضغط على الام والمعاناه نتاعها لانها راهي تعاني هي ربما ما هدرتش ما راهي تعاني بلا كيما الام اللي كنا نشوفوا فيها ولا اكثر حقيقه يعني معاناه ربي يعينك فيها ان شاء الله وربي يقدرك وربي يرفع الضر ان شاء الله. الاخ حبيت نقول لك انا الحاله الماديه تاعي اللي ما سمحتليش تانيك باش ندير لهم هاد التيوات على جال تانيك انا ماشي زعما نقول عندي مسكن ساكنه فيه ولا رزقي ولا وانا راني كاريه وانا تانيك وعندي تانيك هاد الشهر هذايا تانيك جالي تانيك مرضى قال لي كون ما تعطينيش درهم تاع الكرا نخرجك. يخرجني وانا بثاني كبتلت اطفال كاع مرضى وانا حنروح بهم هكذا ما في تخلص ما في نحوس لهم ربي راه شاهد عليا ما عرفت نحوس المحسنين اللي يعاونوني الوالد تاعهم عايش بصح ماشي ما معاهم ما منفصلين على هذه اللي راهو كلش الدرك عليا انايا كلش الدرك عليا لازم نحوس ان شاء الله تخرجي ببشرى الخير ان شاء الله ان شاء الله يا رب ان شاء الله أنا الحل نعم. نظن الحل هو يعني كل نعم. يكون انسان يتكلف ب يعني 3 اشخاص ولا يتكلفوا كل واحد يقول هكذا والناس يعاونوها من الجانب المادي على لان راهي في ايجار وهذا الشيء يبقى معاه دكتور يعني مدى الحياه ولا يقدر يبقى معاه طول الحياه لان الداء السكري هو مرض مزمن نعم مرض مزمن يا لابومب تاعهم هما يعيشوا بها افي لا بومب ما تتبدلش باش اللي شراو لهم المحسن ربي يجازيهم ان شاء الله بالخير ان شاء الله هي يعيشوا بها ما تفسد لهمش عايشين بها خلاص بصح عندي تيوات المشكل تاعهم لي كل شهر هما كما يقولوا لي كونسومابل لي كونسومابل تاعهم هذو اللي كلفوا 3 ملايين 3 ملايين في الشهر في الشهر نعم ان شاء الله نحن يعني في ان شاء الله متابعه اخواننا واخواتنا يتواصلوا معنا ان شاء الله خاصه على ارقام البرنامج او مباشره التبرع المباشر لحساب السيده فاطمه الزهراء عبد القادر ان شاء الله كل ابن يكلفه العلاج 3 ملايين سنتيم للشهر الواحد يعني هي تحتاج ما يعادل 9 ملايين لثلاث اولاد 9 ملايين شهريا لثلاث اولاد لمصابين بداء السكري مستوى هذا الداء السكري من النوع الواحد نعم تيب الاول
اللي نعم. ما نساوش باللي لازم لهم يقراوا، لازم لهم ياكلوا، نعم. لازم لهم كل الاشياء هذه. ربي يداوي الاحوال يا رب ان شاء الله. نمر للحاله الثالثه مع زميله فايزه العرف. قول الباري فاستبق الخيرات فاستبق الخيرات. طبيعي ان يكون لدى كل طفل حلم يرغب في تحقيقه ويطمح للوصول إليه في المستقبل. حلم يوسف أن يصبح لاعب كرة قدم. يوسف الآن عمره 12 عاما، يحتاج إلى تأهيل حركي، لكن بالرغم من كل ذلك هو طفل شغوف صبور طموح. المشكلة يوسف يعني هو نهار زاد كان عنده الماء في راسه، كان عنده الماء في راسه، يعني كي زاد كانوا على بالهم الأطباء بلي عنده الماء، قالك نديروا له عملية إن شاء الله، نديروا له عملية نحيولوا الماء هذاك، وشنو الأعصاب تاعو يكونوا ثقال شوية، ماشي نقولك بلي ما يمشيش ولا يقدر يمشي، يقدر ما يمشيش، يعني إذا كانوا الأعصاب تاعو يحرك رجليه راه يقدر يمشي، ولا كانوا ما يخليش يحرك رجليه ما يقدرش يمشي. دونك حنا مع الوقت أو بدا يكبر يكبر ويقدر يحرك رجليه يحرك يديه، درنا له العمليه في 3 شهور يقدر يحرك يديه يقدر يبوجي، فهمتيني كيفاه؟ دونك هو دوك كي بدا يكبر حنا ولينا لي ميديسان تاعو قلنا قالوا لنا سي با نورمال كيفاش ما يمشي، لازم له اون ايدوكاسيون، يولي في المدرسه يكتب وحده، دوك لحد الان ماهوش يكتب. حاب نولي جوار ويعاونوني نمشي ونكتب دروسي. هلا اليوم اثنين ايه 12 وشنو 12 فيبري صح. يوسف وليدي هذا راه يحتاج الى تأهيل حركي خاص، يعني التأهيل الحركي الأول يعني ما جابش نتيجة يعني مليحة، يعني هو راه خاصه تأهيل حركي خاص شوية، يعني يعتنيو به شوية باش يعاود يجيب المكتسبات هذوك. لأنه الطبيب تاعو قالك كاين قابلية أنه باش يمشي. كاين قابلية الطبيب تاعو لحد الآن ويقول لي مازال عنده قابلية باش يمشي، لازم له تأهيل حركي خاص، يعني تكثيف التأهيل الحركي، كتفوا له التأهيل الحركي. إذن كانت هذه حالة يوسف مزرود اللي تابعنا اللي يحتاج تأهيل حركي. طيبا الحمد لله نزف البشرة بخصوص الحالة الأولى. يكلمني الزملاء أن محسن من البرواقية يتكفل بعشرين مليون سنتيم لحالة المعاقين الأربعة، رحمة الله قريب من المحسنين. ما شاء الله ما شاء الله، والله يحب المحسنين. نعم نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج كربه وأن يبارك في رزقه وأن يخلفه خير مما أعطى، ويكون هذا وقاء له إن شاء الله من النار وباب من أبواب الجنة يدخله بإذن الله سبحانه وتعالى. وأنها لبشريات إن شاء الله كل الذين يحضرون معنا في هذا اليوم تكون بشريات، وحتى الذين سبقوا تكون بشريات إن شاء الله. الحمد لله الحمد لله رب العالمين. أقول المحسن من العاصمة لحالة العائلة من البرواقية، أخطأت المحسن من البرواقية، المحسن من العاصمة والعائلة من برواقية إن شاء الله، ويلتف أكثر إخواننا معنا يعني في هذا النصف ساعة اللي تبقات من عمر اللقاء والبرنامج، اللي بقدر المستطاع الحالات التي تعرض علينا مع يوسف مزرود دكتور قوادر. قبل يوسف أنا نقول دائما إحنا ولا الأستاذ صالح ساعات يكون عندنا واحد الإلهام هكذا، واليوم رانا متفائلين يعني جداً لأقصى درجة
باش يكون يعني يكون نجاح في هذا يا رب الحالة هذه. بالنسبة للحالة نتاع يوسف، يوسف زاد بتشوه خلقي. نعم. كان عنده الماء في راسه نيدروسيفالي، وكان عنده ورم في النخاع الشوكي نتاعو ميلوسيل، اللي دار عليهم العملية. أنا أشوفه في الرأس تاعو راهو لاباس به، ميلو مينانجوسيل تاعو مليح، وكان مشلول يعني شلل تام يعني تاع الأعضاء السفلى نتاعو، ورانا نشوفه باللي عنده راه يدير يعني تقدم، يدير دي بروغري اللي راه يتقدم درك، راه يحرك في رجليه شوية، وهذا يعني دليل أنه ربما لو كان يدير إعادة تأهيل حركي مكثف رايح يعاود ربما يسترجع الحركة تاع رجلين تاعو، لأن الإنسان اللي يكون عنده شلل تاع الأعضاء السفلى ما يحركهمش وما يحسلهمش. احنا رانا شفناه يحرك الرجلين تاعو بعد ما دار لا ريدوكاسيون هذه يعني إعادة التأهيل، وهو يعني قطع أشواط أولا من جانب الهيدروسيفالي اللي كان في راسه أو ارتاح منه، من جانب العملية اللي دار تاع الميلومينانغوسيل راهو الحمد لله. درك واش بقالو؟ بقالو هو رانا نشوفه فيه ثاني عنده إرادة الطفل هذا، ويحلم باش يكون لاعب كرة قدم. هذه الإرادة هذه تساعده بزاف، ولكن ماهيش وحدها، لازم له إعادة تأهيل حركي ريدوكاسيون انتنسيف، يعني إعادة تأهيل حركي مكثف اللي يقدر يعني يعاونه. وكي يكون إعادة تأهيل حركي مكثف راح يعطي له نتائج، وندخلوا في واحد الدورة مفرغة يعني إيجابية. كي يدير إعادة تأهيل راح يحس بتحسن، هذاك التحسن هذاك يزيد يشجعه باش يزيد يدير التأهيل، والتأهيل هذاك يزيد يعطي له تحسن واحد آخر، حتى ربما لماذا لا يصبح لاعب كرة قدم كما كان يحلم بها إن شاء الله. إن شاء الله تبارك وتعالى. نتمنى إن شاء الله من إخواني وأخواتي إن شاء الله مد يد العون إلى الإبن يوسف مزرود عبر الحساب الجاري الذي يظهر أدنى الشاشة، أو عبر الاتصال المباشر بالبرنامج دائما على الأرقام الظاهرة أدنى الشاشة. نمر إلى الحالة الرابعة والتي نختم بها الحالات المعرضة في هذا اللقاء. فاستبقوا الخيرات، فاستبقوا الخيرات. رأيت ما هذا وليد أختي، سمعنا خالو وباباه تما عنده نفس المشكلة، مسكين حتى هو ما يسمع ما يهضر، تما ما كانش اللي يجري عليه ولا ما موت، تما حتى هي الله غالب، تما اللي نجري له في بلاصتهم ما كانش حتى هم الله غالب، من ناحية الظروف المادية والاجتماعية، ومسكين حتى هو مريض. نهار الأول تما كي جات كان نورمال، كان نورمال، وبعد ديناه الطبيب وصل لعامين هكاك ولا، تما كشفنا الظاهرة شغل ما يسمعش هكا شوية، ديناه الطبيب قال لك نورمالمون عنده النقص شويه هكا، عطالو 25% ايا. ومن بعد ريح ريح واحد زاد عام ولا عام ونص، زدنا رجعناه للطبيب باش ما كيما نقولوا حنا الكونترول تاعو، قال لك تسمى نزيدو السماعه، نزيدو لها الصوت برك، زاد في السماعه الصوت تاعها، بس ما كانش نتيجه، ما بقى هكاك، بقى في نفس الحاله، زاد له في الفوليوم تاع السماعه، زاد عام سنين عام تروازيام ما كانش، تسمى بقى هو هو. والخطرة تروازيام قال لي 100% ما يسمعش، تسمى لازم ديراكتو ما يروح تسمى على القوقعة، وهذا هو العام تاعو الاخر، تسمى هذا هو الامل الاخير تاعو. والقوقعة باش نشريوها تسمى جاتنا غالية بزاف بزاف، القوقعة درك الطبيب قال لك دير توصل حتى 300 مليون، تسمى هو باباه الله غالب ما كانش، موش خدام وما يسمعش، تسمى بابا مادام ما يسمعش وما يهضرش باينه بلي يخدم، واش من خدمه راح يخدم، تسمى هذا ابتلاء من عند ربي سبحانه، والحمد لله على كل حال. مي مو يتعاني هو شخصيا باغي يقرا، مادام ما يسمعش تسمى باش الموت وصلوا الفكره جاتها صعيبه شويه، صعيبه صعيبه بزاف، مش سهله،
نوجه نداء لاهل الاهل المحسنين باش يعاونوا الطفل هذا مسكين. باباه مسكين حتى هو ما يسمع ما يهضر، ما يقدرش حتى يجي هنا، ما كانش الله غالب. 300 مليون جاتو بزاف. انا نطلب من اهل الاحياء من المحسنين كاش ما يعاونوه مسكين، وهو مسكين باغي يقرا. انا اللي غضتني بزاف بزاف، باغي يقرا شنو كاعت ما يسمعش، ما يقدرش يقرا. إذا حالة زراعة القوقعة للابن رائد، الابن رائد جمع مبلغ 35 مليون من أصل 300 مليون للمبلغ الذي يحتاج إليه لزراعة القوقعة. الحمد لله مرت معنا عديد الحالات في البرنامج دكتور موسى، خصوصا زراعة القوقعة والتلبات، يعني أغلب الحالات، وهذه آخر حالة لنعرضها واللي نتمنى تكون التفاعل معها كبير إن شاء الله. هي على كل حال كل الحالات اللي قدمناها، رغم أن المبلغ كبير بزاف 300 مليون، إلا أنه كانت تفاهم وتفاعل معهم. لماذا القوقعة غالية دكتور؟ نعم، علاش غالية القوقعة؟ والله ما نقدرش نجاوبك. ربما يتساءل. على كل حال هي أنا سعيت شخصيا، رحت المستشفيات وشفت الطلب كبير، والموجود نتاع القوقعات ناقص بزاف. شفت الناس، دخلت انا للمصلحه، لقيت يعني القائمه فيها 800 واحد. نعم، 800 واحد في مستشفى واحد. ايه، في مستشفى مصطفى 800 واحد اللي شفت انا بعيني وقتاش يلحقوا الدور نتاعو. ولهذا بعض الإخوة يعني يلجاو للمحسنين باش يعاونوهم. وبالنسبة للقوقعة كان تجاوب كبير. نذكرك ربما الحالة نتاع الطفل اللي قدمناه الأسبوع الماضي 75 مليون باش يدير عملية. عقب معنا في البلاطو عقبناه 3 مرات والأربعة 75 مليون وما جملهاش. ولكن بالنسبة للقوقعة شحال من طفل ولا طفلة اللي قدمنا لهم المساعدة وجمعوا 300 مليون. كانت واحدة الأخت عندها توأمين زوج مع بعض 600 مليون، دارت العملية في زوج وحضرت معنا في البلاطو ونجحوا الحمد لله. الشيء اللي نأكدوا عليه دائما وأبدا فبالنسبة للحصة نتاع بالنسبة للحالة نتاع القوقعة، هو كل ما يدير الطفل القوقعة نتاعو مبكرا كل ما تكون نتائج أحسن. على خاطر إذا كان كبر أولا رايح ما تمشيلوش كما لازم الحال، ويكون ما يكونش عنده قابلية باش يتعلم الكلام ويتعلم، ولو يتعلم ما يتعلمش كما الطفل كما يكون صغير، لأن التكلم يجي عن طريق السمع، والسمع يعني مهم بزاف للإنسان كما دائما نذكروا حتى ربي سبحانه دائما يقدموا على البصر، يقولوا السمع والبصر. دونك يعني حاجة مهمة كثيرة بزاف وتنقذ هذا الإنسان هذا. ذكرت الأسبوع اللي فات الحالة اللي شفناها، حالة مزرية كبيرة، إنسان عنده 5 أولاد معوقين كما هذه الأخت اللي كنا نشوفوا فيها، معوقين ذهنيا. السبب الأول هو شنو هي؟ أولا الفقر، وثانيا كانوا ما يسمعوش دونك ما يقدروش يعرفوا الشيء المليح اللي ماهوش مليح، وداروا امراض عقليه اللي عايشين فيها يعني في حاله كبيره بجويه بوسعاده. ولهذا يعني كما الطفل هذا لازم ننقذوه في اقرب وقت باش يدير العمليه نتاعو، يولي يسمع لاباس عليه، يولي يقرا، يولي يتكلم، وتنقص المعاناه نتاع الوالدين نتاعو. بارك الله فيك شيخ محمد. توقع كما ذكر الدكتور لعلها من الصدقات الجارية، هذه اللي احنا نسألك فيها. نعم، يعني لأنه من أعظم الأبواب اللي تطرق. صحيح، لأنه هذا السمع يؤدي إلى النطق، وبالتالي كل ما يتعلمه هذا الولد من خلال السمع وكل ما ينطق به إن شاء الله من خير راه في ميزان حسنات هذا الإنسان اللي ساهم في إجراء عملية جراحية من أجل زرع القوقعة. وهذه نعاود نكرر مرة أخرى، العشر ذي الحجة هذه اللي رانا فيها
قد لا نعيشها مرة أخرى، قد ما يلحقش علينا هذا العشر تاع العام المقبل، وقد ما تكونش الحصة، يعني أشياء كثيرة. وقد ما يكون طفل كما قال البروفيسور صغير، قد ما يكون النجاح أكثر. ونسأل الله سبحانه وتعالى لا يحرم مؤمنا من باب خير يطرقه ويدخل من بابه إلى الجنة بإذن الله سبحانه وتعالى. دائما رسالتنا إلى المحسنين، هذه المرة معكم شيخ محمد، رسالة إلى القائمين على المرضى كما حال أختنا وحال اللي شفناهم، وصبر والاحتساب فيما هم فيه. نعم، احنا شفنا هذا الحالة الأخيرة خاله، معناها ربي سبحانه ما تدريش إلى من يسوق الخير. احنا دائما نشوفه من منظار أنه فيه مشقة، فيه كلفة، فيه معاناة، فيه يعني شدة بالنسبة للإنسان. تصوروا هذا الخال دائما في باله ابن أخته هذا، وهو يشوف كيفاش أمه راهي هي وأخته راهي تتعذب، كيفاش باباه وأيضا هو في نفس الحالة، السيدة الكريمة كيف راهي منفصلة مع زوجها، هي الأب، هي الأم، هي اللي تسعى للعائلة، هي اللي راهي تخلص الكلى تاع السكن اللي راهي مقيمة فيه، هي اللي تابع لهاد الأولاد حالتهم الطبية والصحية والغذائية والتربوية وغيرها. والأم اللي شفناها من قبل أيضا بربع معاقين في نفس الأسرة، واحد أكثر من واحد، وقد ما يكبروا قد ما الثقل والحمل يزيد، هادو يلجؤون إلى الله سبحانه وتعالى. نحن في أيام مباركات، أيام العشر ذي الحجة، هي أيام فاضلة، عواشير كما نقول في عرفنا، يلجؤون إلى الله عز وجل بالدعاء. فهو سبحانه عز وجل الذي يفرج الكروبات مهما عظمت. يعني حينما نشوف البلاءات اللي تعرض لها الأنبياء والمرسلين، سيدنا يونس وغيره، ذا النون إذ ذهب مغاضبا، وسيدنا أخرهم سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، البلاءات الذي يخرجه منها هو الدعاء، التوجه إلى الله سبحانه وتعالى. وهؤلاء المؤمنين الذين هم سبب، ويا فرحة ويا سعد كما يقال، ليجعل ربي سبحانه السبب في أنه طفل صغير مثل هذا، عوض أنه يكون في معاناة دائمة مع المرض الذي يعانيه، وفي التفكير وهو صغير يفكر كيفاش يتخلص له هذا العبوة تاع الدواء، من أين سيأتيه الدواء مرة أخرى. فيا فرحة ويا سعد الإنسان اللي يساهم في هذا الخير الذي يسوقه لهذا الإنسان، يخفف عنه بلاء ومرض، ويساهم في شفائه، وأجره عند الله سبحانه وتعالى. لن يضيع الله عز وجل ولو مثقال الذرة التي يقدمها لهؤلاء المرضى ولهؤلاء المصابين، بل قد يدفع الله عز وجل. احنا كلنا نعرف الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، داووا مرضاكم بالصدقات. معنى أنت إذا ربي سبحانه وسع عليك من رزقه، وأصيب أحد أفراد أسرتك مرض من الأمراض، داوي الأخرين، الله عز وجل سيشفي مريضك بإذن الله سبحانه وتعالى. وهذا يقين، لابد أن يكون يقين عند كل إنسان. ربي داوي حوال شيخ إن شاء الله. كاين شيء واحد آخر أستاذ. تفضل دكتور. أنا عندي نداء اللي نديره للسلطات يعني المعنية، هاد الأشياء هذو اللي لازمين الخطر ما يقدرش يعيش بلا لوباب بلا الأنسولين تاعو، يعني سواء حقن ولا عن طريق المضخة هذه، هادو علاش ما يديروهمش يعني يدير لهم تعويض نتاع الضمان الاجتماعي. سيتون مرض كرونيك، مرض مزمن، مرض اللي راح يعيش به. دونك كيما راه يرومبورسي الجلوكوفاج ولا الحبوب نتاع الاخر، يرومبورسيو هاد الاشياء هادو اللي راهم ضروريه، ولا حتى في ميدان الاعاقه ربما يديروا لا ريدوكاسيون اللي يدير اعاده التاهيل الحركي، كما كيروح يداوي عند الطبيب ولا يدير اشعه ولا يديروا لهم لي رومبورسمون اللي يعاون الناس هذو. نعم، انا حبيت نقول حاجه اخرى بالنسبه لهذو اللي عندهم مراكز للتاهيل اعاده التاهيل، يجعل من الصدقات الجاريه تاعه انه يتكفل بواحد، يعني في جمله الناس اللي راهو يعالج. دائما نقولوا هكذا، يجعل واحد فقط يتكفل به، يكفله يعني يكفله على طول العام. وكان يستجبوا على كل حال، كان احنا على يقين بانه الخير موجود في امه النبي عليه الصلاه والسلام. ربما اشياء ما نعرفوهاش احنا، بعض الناس يريدها خبيئه كما يقول، يعني بينه وبين الله سبحانه عز وجل. ولكن دائما نحن نكرر هذه الحالات اللي راهي تظهر معنا غير متكفل. بالعكس، الاشياء اللي كتظهر تكون فيها القدوه في الخير. صحيح، اذا اخفاها لنفسه فاذا ابداها راهي تكون. نعم، الله عز وجل يقول ان تخفوا الصدقات فنعما هي، وإن تبدو الصدقات فنعم هي، وإن تخفوها وتتوها الفقراء فهي خفاء وخير لكم. معناها كان طريقتين في الصدقة، يا إما تخبيها خبيئة عندك بينك من الله سبحانه عز وجل،
والإنسان حتى لا يدخل الرياء قلبه باش ما يذكرهش الناس. ولكن إن تبدو الصدقات فنعم هي، تظهرونها خصوصا في الزمن اللي يكونوا الناس فيه شح، فيه بخل، فيه عدم اقتداء، ويكون عندنا ما يسمى بالعدوى الإيجابية. معنى هذا عنده مركز التدريب تأهيل يقول أنا عندي راني تكفلت بثلاثة، جاره ولا اللي راه في نفس الحي ولا في نفس البلد يقول نعم، يقول انا ندير كما هو ولا احسن منه، تكفل خمسه نعم، فيكون قدوه لغيره وتكون صدقه جاريه ان شاء الله تبارك وتعالى. يرفع على مستمعينا اذان صلاه العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينه الجزائر العاصمه وما قربها من المدن. نسمع ونردد مع المؤذن. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ان الصلاه كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. صدق الله العظيم. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعده. تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب. نعود إلى حملة عيدنا تكافل، هذه الحملة اللي رافقها برنامج فاستبقوا الخيرات مع جمعية كاف اليتيم الوطنية. طارق مرحبا مرة ثانية. مرحبا بك أستاذ محمد. ما هو جديد الحملة؟ طبعا دائما كاين جديد مع جمعية كاف اليتيم. في البداية نحمد الله سبحانه وتعالى أن جعل لهذه الجمعية مكانة عند الناس وكتب لها القبول، وجعل قلوب وأفئدة الناس تهوي إلى الأيتام في كل ولاية من ولاية هذا الوطن. وهذا نقولها ليس من باب المجاملة أو يعني تحسين الحديث، ولكن واقع نعيشه يوميا، ونرى دروس كثيرة ومتعددة في مجال الخير والتكافل، خاصة مع الفئة
التي وصى بها النبي صلى الله عليه وسلم كل خير عندما قال أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين. ونحن في هذه الأيام المباركة التي دائما نستذكر هذه المقولة يجتمع فيها شرف الزمان والمكان والإنسان، شرف الزمان العشر الأولى من ذي الحجة، شرف المكان الجزائر المنورة ومسقية بدماء الشهداء، وشرف الإنسان هي خدمة الأيتام وكفاه شرفا عظيم. فالحمد لله كما كان لنا اتصال مع سابق الخيرات في عدد سابق كنا توقعنا أن الوتيرة ستكون في تصاعد مستمر إن شاء الله. وهو ما كان لله الحمد والفضل والمنة، كان في البداية يعني قبل 10 أيام كان هناك إقبال ولكن محتشم نوعا ما، ولكن في منذ دخول ذو الحجة نسجل تهاطل للتبرعات في كافة التراب الوطني بشكل يبشر بالخير في هذا الوطن. العديد ريحة العيد. نعم أستاذ. يقولوا ريحة العيد. نعم وهو كذلك الحمد لله، وما تحمله هو هذه الأيام من خصائص. وحتى أيضا عنده ذاك الطابع الثقافي والعرفي في المجتمع، لما نشوفوا ذاك المظاهر وبدأوا يبيعوا الكباش الناس، فالناس تنجذب فطريا إلى المساهمة في عيد الأضحى المبارك. فنبشر المشاهدين الكرام ونحفزهم ونشجعهم إلى الالتفاف أكثر وأكثر حول الأيتام. هناك ولايات بعض المحسنين سخرهم الله سبحانه وتعالى محسن واحد فقط يتبرع ب20 أضحية للأيتام، هناك في ولايات أخرى مبالغ معتبرة، كما أيضا هناك بعض التبرعات من فتية صغار يقول لك عندي 500 دينار 1000 دينار، وهو ما نسعى له بعيدا عن لغة الأرقام. صحيح أن حملة عيدنا تكافل على المستوى الوطني تستهدف بعون الله تعالى ثم بتضافر كل شرائح المجتمع إلى جمع توفير 10,000 أضحية فيد الأيتام، ولكن جوهر هذه المبادرات الخيرية هو إرساء دعائم التكافل والأخوة والتحاب والاستثمار فيها. والحمد لله من حملة إلى حملة لما نقوم بدراسة تحليل كل التبرعات وكل الحملات نجد المنحنى التصاعدي، وهذا مرتبط بقيمة التكافل المتأصلة في المجتمع الجزائري. نحن كجمعيات ومجتمع وقناة، وهذا يجب أن نذكره ونثمنه، وقناة القرآن الكريم تلعب دور كبير جدا في إرساء هذه الرسالة الإعلامية الهادفة بشكل نموذجي ومحترم واحترافي ومؤسستي، وهو ما يعزز مصداقية العمل الخيري، وهو ما نأمل أن يعمم هذا النموذج في كافة الوسائط الإعلامية في الجزائر. فحملة عيدنا تكافل لغاية الآن إن شاء الله تعالى راهي في تطور مستمر، تقدم مستمر، تهاطل للتبرعات والمواد العينية والتبرعات المالية بشكل يبشر بالخير، ولكن الرهان قائم على ما تبقى من العشر ذي الحجة. ودائما نسجل خاصة في يوم عرفة نسجل تكاثر وارتفاع منسوب العطاء بشكل غير متوقع دائما في يوم عرفة، وهذا لخصوصية يوم عرفة. ومن هنا نجدد دائما النداء أن الأيتام في الجزائر دائما هم بأمس الحاجة للمسة العطاء، لمسة الدفء والحب والود من كافة شرائح المجتمع. ربما المستمع الكريم والمشاهد الكريم يقول أنا في ظل الغلاء تاع الأسعار تاع الأضاحي قد لا أستطيع أن أتبرع بأضحية. نحن دائما نعتمد على الانتشار الأفقي ونسهل ونبسط عملية التبرع. ربما 500 دينار 1000 دينار 2000 دينار نغتنم عظيم الأجر والثواب، نساهم رفقة العائلة، رفقة الأسرة، رفقة الأحباب، رفقة الأصدقاء، رفقة في موقع التواصل الاجتماعي، تكون دائما انطلاقة قوية باش نكونوا هبة تضامنية واحدة وموحدة تجاه الأيتام والأرامل. ونحن دائما أيضا نسلط الضوء إلى نقطة مهمة وفي غاية الأهمية، لما ننادي إلى التضافر والتعاون مع الأيتام ليست فقط مع جمعية كفل اليتيم، وإنما ننادي إليه كظاهرة اجتماعية سينما يجب أن يكون اقتداء بما نصه الشارع والحكيم في الكتاب والسنة، وأيضا امتدادا للموروث الثقافي والعرفي في المجتمع الجزائري، بحيث هناك دائما انجذاب فطري لمساعدة المحتاجين بصفة عامة والأيتام بصفة خاصة. فهذه الفرصة لا تعوض، وكما قال الأستاذ الفاضل ربما هذه عشر ذي الحجة لن تكون لنا فرصة أخرى بعدها، فعلينا جميعا أن نغتنم عظيم الأجر والثواب ومساعدة الأيتام في هذه الأيام المباركة. موفقين في حملتكم إن شاء الله في طارق ربي يكللها بالنجاح إن شاء الله تبارك وتعالى. ابن إسلام حاب يقول كلمة، حاب تكلم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وش حاب تقول إسلام؟ تكلم. يا ربي شافيني وشافي آمين. أخواتي. آمين يا رب العالمين. إن شاء الله. إن شاء
شاء الله ربي يكتب ان شاء الله الناس يعاونوك باش دير لها. واش تطلب يا اسلام؟ واش تطلب من المشاهد الكريم اللي راه يشوف فيك؟ واش تطلب؟ اطلب الله يشافيني ويشافي اخواتي. اللهم امين. امين يا رب العالمين. ان شاء الله فيه بعض الاخوه اللي راهم يتواصلوا مع الزملاء في تكفل بحاله اسلام واخواته ان شاء الله. انا ان شاء الله نتكفله بشهر من ان شاء الله نسعاله في شهر يتكفل به ان شاء الله ويجعلها ان شاء الله فاتحه وان شاء الله يتعاقب الناس عليها باذن الله تبارك وتعالى، لان الحاله تحتاج الى دعم كبير وكثير. قلنا ان كل ابن من هؤلاء يحتاج الى ما مقداره 3 ملايين سنتيم للشهر الواحد، اي في المجموع هم يحتاجوا 9 ملايين سنتيم. والسيده ذكرت ان هذا الامر يزاحمه امر اخر اللي هو امر الكراء اللي هو ايضا اثقل عليها. ربي يخفف عليك ان شاء الله، ان شاء الله يعني. وربي يشافيهم ويعافيهم باذن الله تبارك وتعالى. ربي يجازيكم ان شاء الله بالخير. نعم يا سفيان. نعم نرجع للحال تاعهم ونشوفوا ايضا الجهاز مره ثانيه يطلب الزملاء، يعني الحاله اللي راهي يعاني منها وكيف يتعالج اسلام واخويه، يعني اخته واخوه. وعلى كل حال هذه هي الجهاز، الجهاز لابومب انسولين اللي تندار باش يعني تنظم له الضغط تاع القيمه تاع السكر في الدم تاعو، كي يطلع تنقص له كي ينقص تزيد له. وعنده المشكل تاعو هو هذه انسولين، فوالا هذه هي الانسولين اللي يشريوها واللي دير 3 ملايين في الشهر لكل شخص من هذول اللي راهم يديروهم. دونك هذا هو الجهاز وهذه هي الانسولين. بارك الله فيك، شكرا جزيلا. اتينا الى خاتمه اللقاء، شكرا لكم متابعينا مشاهدينا الكرام. شكرا لك شيخ محمد. نعم انا اختم بقول النبي عليه الصلاه والسلام، عليه الصلاه والسلام، سواء جمعيه كف اليتيم او الجمعيات الكثيره او مجلس سبل الخيرات، غلب درهم ألف درهم. ألف درهم الإنسان لا يستقل، ما يقولش هي قليلة هذا الألف دينار ولا المئة دينار ولا الخمسين دينار، ما هيش قليلة. يقدم ما كتب الله له والله عز وجل لن يضيعها إن شاء الله، ومن قطر القطرة كما يقال تحمل الودية. والدينا يقول لك يتعمر البيدون. نعم قطرة على قطرة يتعمر البيدون. شكرا أستاذ طارق، بارك الله فيك. شكرا دكتور قوادر. سيدة بالشفاء العاجل إن شاء الله إن شاء الله أولادك وأبنائك. نقدر نقول لكم الآن عيدكم مبارك إن شاء الله، لأن الأسبوع القادم راح يكون عيد إن شاء الله لا نلتقي فيه، نلتقي بعد العيد إن شاء الله في اللقاء الختامي لبرنامج فاستبقوا الخيرات. في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من يصنع يوما إحسانا يبغي في ذاك الرحمن روحا يجزيه وريحانا، قد صدحت آيات فاستبقوا الخير.